والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. أهل البيت أهل العصمة وين منبع؟ أي بيت هو منبع الهداية لأهل البيت؟ أكو بيت يوصف أحد الشعراء يقول: وعفرت خدي في ثرى مست عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب. يقول إذا أدخل هذا البيت أجد زغب جناح جبرائيل لأنه هو خادم من خدام هذا البيت. وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين ومشرب وصوت ريح الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب رؤى سوف يبقى الدهر يحكي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. هذا البيت إيش سووا به؟ ستة أشهر هذا أقل فترة زمنية تذكرها الصحاح. يقف النبي وقت كل صلاة أو وقت صلاة الفجر وينادي: السلام عليكم يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. استووا بهذا البيت. اقرأ تاريخ أبي الفداء، أعلام النساء، العقد الفريد لابن عبد ربه. قال الرجل إلى الآخر: إن أبوا إذا امتنعوا من البيعة فقاتلهم. فأقبل الرجل وفي يده قبس من النار. هذه مو مصادرنا، بيدة شعلة من النار، قبس يعني شعلة. فأقبل الرجل وفي يده قبس من النار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة قالت: أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم. أو تدخلوا فيما دخل فيه الأمة وهم روح الأمة. والطبري الجزء الثالث في تاريخ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة، ابن أبي الحديد في شرح النهج: دعا بالحطب مثل ما جاب النار، دعا بالحطب وقال: لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقنها. هاي الدار نفسها على من فيها، مو بس الدار ها، أو لأحرقنها إيش على من فيها. حتى اللي وياه فزعوا، قالوا له: إن في الدار فاطمة. قال: وإن. ولخص الحدث المسعودي بسطر واحد في كتاب إثبات الوصية، يقول: هجموا على علي داره. هجوم ترى مو واحد، لا عشرات، هجموا بالمئات على علي داره، قسم بداخل الدار وقسم خارجها، وأحرقوا، ما قال هددوا، وأحرقوا عليه بابه وأخرجوه منها ملببا. وهذه أعظم مصيبة على قلب فاطمة. ثم اسمع ايش قال: وضغطوا سيدة النساء بالباب. هذه عبارة عن كلها. حتى أسقطت محسنا. ولهذا الزهرة في قلبها آهات، في قلبها جراحات مما ألم بها من خطوب، مما تجرأت به الأمة وقفت على قبر النبي والقلب مشعوب، تشكي هضمها ودمعها على القبر مصبوب. وصاحت: يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف، خانت الام عهودنا ونسيت المعروف.
بالساط ضرباني. التفاصيل في كتاب سليم. فطر القلب ما لا تتحمل. رفس الباب فألصقها بالجدار، لأن هي خلف الباب. رفس الباب فألصقها بالجدار، ثم رفع كفاه تتحمل يا أولاد. أدري فظيع هذا الباب. رفع كفاه ولطم الزهراء خلف الخمار على وجهها. نقف القرط من أذنها من شدة اللطمة، ثم أخذ الصوت وألوى به على عضدها. صارت تستغيث فاطمة، ما رحم استغاثتها. استند إلى الباب والجدار فعصرها. ويلي يا ويلي. صاحت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف، خانت الام عهودنا ونسيت المعروف. بس ضربوني وعلي قاده مجدوف، مغدور حقه والورث يا ابوي مغصوب. قعد عاين ساعدي ولا طمت عيوني. صوت الرجس والرام يا ابو القاسم امتوني، وهجموا علي داري وما حد وقف دوني. بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ما يذوب. شحتميل بويا من مصابي وكثر بلواي، فقدك وتكفي مصيبة، فقدك وغصب المرتضى وحنت يتاماي وكسر الضلع وتسقط جنيني. من احشاي وغصبه ونحلتي وصبرت، والصبر كم ذوب انا اتصبر وقلبي كله جروح. الله يساعد قلبك يا سيدتي. كم ذوب انا اتصبر وقلبي كله جروح، الثاكل بيام اللي يمنعوها من النوح. يا بكل يوم اخذ السبطين. تطلع قالوا لها تطلع. آذتنا يا كل يوم آخذ السبطين ونروح بين القبور أبجي ونرجع عند الغروب. يا ظلالي الضاف العدى قطعة وظلالي،
أقعد بحر الشمس من حولي أطفالي وارجع وغاين منبرك يا أبوي خالي شفت ليل نهار غير هموم وكروب انا عشت بمعزة في دلال وفي جلال والتربية بحجر النبوة والرسالة وتزوجت تاج المفاخر والبسالة حيدر علي ما بفشل حيدر ولا قصور وتبدلت الأيام وانعكست أحوالي من عقب أبو إبراهيم صرت بغير والي الوالي يقيدون بحبل شفته قبالي وياهو يظن سبع الحريب بحبل مجروح لكن هنا لو تسمحوا لي بدقائق أقارن بين خروج فاطمة خلف واليها رغم ما أصابها خرجت وهي تقول ما غن عليين كل شيء أصبر عليه إلا قتل علي وما رجعت الدار إلا بعد أن اطمأنت على سلامة واليها هذه فاطمة لكن وياها في الدار بنت عمرها 4 سنوات بذاك اليوم شافت أمها ممددة على الأعتاب مرت الأيام إذ بها يوم عاشوراء جاءها رسول من الحسين صاحت حس جواد حسين يصل يا بنات المرتضى متحيرة ومدري شو اسوي وضاق برحب الفضاء بالخيام نقعد حيارة لو نروح انغمضا ما اقدر اقعد شان هالونة الخفية ونت وطلعت هم طلعت زين لكن رجعت بواليها لا لا طلعت وشبشت على الهام اليسرى واليمين نوب تمشي ونوب تعثر قصد حسل الونين تصيح ذابت مهجتي يا خلق من ونت حسين وصلت التلب اليتامى وطود عزها نادت لكن رجعت إلى الخيمات بغير الوالي ردت تنادي ضاقت الدنيا الدنيا علي كلكم تعذرتوا وانا بقيت اجنبي انا حرمة وبلي رجال كيف اركب تقول لي يا اخويا العذر لله مشيت عنك بحسرة ولا قضيت هدى منك مروا بي على جسمك ولنك مرمي على الثرى معفر مطبر يا اخويا العذر لله بولية اعداك لو ان بيدي يا اخويا بقيت وياك أرد مقطوع صبعك لعد يمناك
ولمك لا يضل جسمك كم عفار. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم بجاههم عندك ومنزلتهم لديك فرج عنا وعن المؤمنين فرجا عاجلا غير آجل. اللهم من على المسجونين من المؤمنين والمؤمنات بالفكاك والخلاص والفرج العاجل. اللهم من على المصابين والجرحى ومرضى المؤمنين بالشفاء، لا سيما المعنيين والمرئيين. اللهم داونا وإياهم بدوائك، وشافنا بشفائك، وعافنا من بلائك. اللهم برد على قلوبنا والمؤمنين بفتحك ونصرك وفرجك يا أرحم الراحمين. ارحمنا وارحم موتانا، واقض حوائجنا للدنيا والآخرة.